لكن أذهب سريعا لضيفنا من موسكو سيد ستانيسلاف. على الرغم من أنه ملفات كثيرة في الحقيقة ومشتركة ومترابطة بين موسكو وأنقرة، إلا أن هناك أيضا ملفات شائكة بين البلدين قد تشهد بينهما أحيانا صداما كبيرا. شكرا جزيلا، أود أن أتقدم لكم بالشكر على استضافتي في البرنامج، وأقول بأنه بالتأكيد هناك جوانب مختلفة للعلاقات الثنائية مع روسيا فيما يتعلق بالتعاون تحديدا. بالتأكيد تركيا شريك تجاري مهم لروسيا، وتركيا شريك استراتيجي فيما يتعلق بالطاقة والطاقة النووية، وأيضا إمكانية أن أيضا تصدير الغاز لأوروبا وأيضا البحر الأسود والمرور عبر البحر الأسود ومنطقة البلقان عبر النمسا، وهذه أيضا بعض النقاط المتعلقة بتصدير الغاز. سيكون ذلك من خلال مساعدة من قبل تركيا لتعزيز هذا الخط. روسيا وتركيا شريكان مهمان لبعضهما البعض. تركيا لديها اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بـ F-35، وهذا الاتفاق تأثر بالصفقة مع روسيا فيما يتعلق بالنظام S-400. روسيا وتركيا أيضا متنافسان في سوريا وفي ليبيا وفيما يتعلق بأذربيجان وأرمينيا. أيضا أذربيجان حققت انتصار على أرمينيا بمساعدة تركية وبدعم من تركيا. إذا ما تحدثنا عن الأمور المتعلقة بليبيا، فإن روسيا تلعب دور استراتيجي مهم، وبالتأكيد هناك خلاف مع روسيا في هذا الملف. العلاقة ليست ثابتة في كل الملفات، لكنها تتنامى بطرق مختلفة فيما يتعلق بطموحات تركيا، فيما يتعلق بالقرم والتعاون بين تركيا وأوكرانيا من جانب. إذا ما كانت تركيا تريد دعم أوكرانيا عبر بعض المعدات العسكرية أو المسيرات التي قدمتها لأوكرانيا، فذلك في هذه الحالة ربما يكون لروسيا بعض التحفظات على بعض هذه الإجراءات. من الصعب خلط العلاقات، ولكن في جزء منها هناك تعاون وفي جزء آخر هناك تنافس.